الاشي اللي مش منيح، ببلش بالاشي المنيح بعززه. ان شاء الله تكون انا عمالها بتتفرج لانها هي طلبت هذا الموضوع. بعززه، بعزز السلوك اللي حبيبته فيه. وتاني اشي مش بضل بقول انه انا والله رح احرمك من المصروف علشان انت ما عمالك بترد علي وما عمالك بتاكل بالمكان اللي انا حددت لك اياه ولا بالوقت اللي انا حددت لك اياه. ما انا ما رح انت ليش انا زعلانه منك اليوم علشان انت ما رديت علي وضليتك قاعد عمالك تتفرج على افلام الكرتون. بضل اركز انا على السلوك غير المرغوب وبحكي عنه، وبترك الاشياء اللي ممكن هو عماله بيقترب فيها من السلوك اللي انا بدي اياه. هلا هذا غلط بيرتكبوه مش بس الامهات، بيرتكبوه حتى المعلمين. يعني لما تيجي المعلمه في عندها بعض السلوكات اللي موجوده بقلب الصف وهي مش راضيه عنها، بتضلها تقولهم شفتوا انا ليش عاقبته لانه هيك عمل، شفتوا انا ليش ما خليته يلعب مع المجموعه لانه عمل واحد اثنين ثلاثه. بضل اركز على السلوك الخاطئ وبضل اشدد عليه. هلا هو دماغه عماله بيستجيب انه عماله بسمع انه عماله بيتعاقب وعمالي بضل اذكره بالسلوك الخطا. اهلين من الجزائر، سلام من الجزائر. انا مش لازم اركز على السلوك غير المرغوب، انا لازم اركز على السلوك الحلو اللي عمله. يعني بالصف اذا طفل مثلا انا قايلت له انه ما تحكي بالوقت اللي مش مطلوب انك انت تحكي فيه او ارفع ايدك، كل ما رفع ايده واستجاب للإشي اللي انا نبهته عليه كل ما انا بعززه بقول له شكرا. او حتى بتعرفوا يعني حتى مجرد انك انت مش ضروري ضلك تحكي، لو مثلا طلعت نظره فيها ثناء، ربتت على 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 تربيت على الكتف، حكيت معه يعني ما امكن انت اقتربت، هو عماله بيقترب من السلوك اللي انت بدك اياه. فلما بيقترب من السلوك اللي انا بدي اياه انا لازم اعززه. والتعزيز هذا بتعرفوا كمان حتى ممكن مش ضروري انا يعني اضل يعني بدكم تنوعوا بطريقة التعزيز اللي بدكم تستخدموها مع الأطفال، وتشوفوا إيش الإشي اللي هم بيحبوه. هذا ما معناته أنه أنا بس أعتمد على الأشياء مادية، يلا هاي إشي زاكي، يلا هاي هدية. هذا الإشي بتكونوا أنتوا عمالكم بتسووه في اتفاق في فترة زمنية، هو بده يستجيب للسلوكات المعينة اللي أنتوا حاطينها، للقواعد المعينة اللي أنتوا حاطينها. بعد ما يستجيب أنا ممكن أني أنا أعطيه التعزيز اللي نفرض أنه هو مادي. بس تعزيزنا مش لازم دايما يكون مادي، يعني ممكن التعزيز المعنوي يعطي أثر أكبر من التعزيز المادي. هلا نفرض أنه عندنا بقلب البيت في أكثر من طفل وأخوه عماله بيسلك سلوك حلو، باجي بعزز أخوه انه شكرا اليوم أنك أنت رديت علي، أو أنه هيو أخوك مثلا، أو مش هيو أخوك، هيو ها إجا على شكرا للناس اللي لإلكم لأنكم إجيتوا تاكلوا مثلا بالمكان اللي أنا حددته على مكان الطعام، أو شكرا لأنه التزمتوا بموعد الأكل، شكرا لأنه ما لعبنا بالأكل، شكرا لأنه ما صرخنا. فبضل بشوف أنا إيش الأشياء الحلوة اللي عمالها بتصير وبضل أعززها. وعلى فكرة الصغار في عندهم يعني هذا حب التنافس، بس ما يكون يعني ما أعزز يعني حب التنافس السلبي زي ما بيحكوا. أنا بدي أعزز الأشياء الإيجابية، بدي أعزز القيم الحلوة اللي ممكن إنها تمتد لقدام. يعني أنا بطلع على أخوي بشوف إيش الإشي الحلو اللي سواه، ليش أخذ ثناء عليه، بصير أطلع، بصير أتعلم بالمشاهدة وبالتقليد، بصير بدي أنا أقلده. يعني هي حتى صوفي وعم تحكي بتقول، مش عارف سوري إذا يعني لفظت اسمك غلط، بتقول دكتورة أنه أنا ابني عمره 10 أشهر، بتقول أنه هل مشاهدة التلفاز بتأثر عليه وعلى سلوكه. هلأ الإشي اللي أنا بدي أحكي أنه عادة الأمهات بتلجأ للتلفزيون إذا بدها تخلص من يعني يمكن بدها تروح مثلا تنشغل تسوي شغلة بالبيت وبدها خلص ابنها أنه يلتهي. هلأ هذا ما معناته أنه أنا أمسك الطفل اللي عمره 10 أشهر وأضل حاطته على تلفزيون في 4 ساعات 5 ساعات يغفى وهو قاعد على التلفزيون. هذا الحكي يا جماعة ما بيصير. يعني في وقت أنا بدي أمسكه، في وقت بدي أحكي معه، في وقت ممكن هو يعني هلأ هو عمره 10 أشهر، أنت بتعرفي أنه في أشياء كتير حلوة على أفلام الكرتون للأطفال، في أغاني، في الطريقة اللي بيحكوا فيها معاهم، الحيوانات الملونة، سيارات، أشياء بتلفت نظرهم.
بس ولكن يعني لازم يكون لجزء معين. يعني هلأ أنت عمالك بتحكي عمره 10 أشهر، ما يكون القعدة طويلة. يعني ما بيصير إنه الطفل زي هذا يكون ماسك جهاز الآيباد عم بيلعب فيه، التليفون على جيمات، داونلود على اليوتيوب لأشياء إحنا بنعرفها أو ما بنعرفها، عمالهم بتفرجوا عليها الصغار، في سلوكات بتعرفوا حتى بتعلموها الصغار. أنت عمالك بتحطي قواعد وقيم ومبادئ ببيتك، بس ولكن الأطفال عمالهم بتفرجوا على شغلات يمكن هي غير عن القيم اللي إحنا بدنا إياها إنها يتنشأوا عليها. أنا لازم أنتبه على كل إشي عمالي بستخدمه مع الطفل تبعي. يعني أنا بنصحك إنه تحطي قواعد من البداية. يعني هلأ هو عمره 10 أشهر، مش كل ما أنا بدي إياه مثلا يلتهي عني أفتح التلفزيون أخليه يضلوا قاعد. أنا بعرف ناس بيخلوا الأولاد قاعدين على التلفزيون يعني طول الوقت، الطفل قاعد عماله بيتفرج، أول إشي عمالها بتتأذى عيونه، هو مش عماله بينتبه ولا على أي إشي بحوله بالبيئة المحيطة. يعني إحنا بنعرف إنه الأطفال بتعلموا من كل المثيرات الحسية اللي متوفرة حواليهم. أنا مش بس بدي أخذ المعرفة والخبرة بس من جهاز التلفزيون، أنا لازم أخذه من أماكن تانية، لازم أحكي معه، لازم أتواصل معه لغويا. أنت بتعرفي إنه الأطفال صوفيا، مش عارفة أنا الاسم إذا عمالي بلفظه مزبوط، الأطفال يعني بتعلموا وهم هلأ. أنت عمالك بتحكي عن طفل عمره 10 أشهر، اللي عمره 10 أشهر هذا عماله لسه عماله بينمو، يعني عم بينمو حركيا وعم بينمو معرفيا وعقليا وعم بينمو لغويا وعم بينمو كمان انفعاليا واجتماعيا. هاي ما بدنا ننساها. يعني أنا ما بدي أضلني حاطة الجهاز كوسيلة حتى أنه أنا أخلي يعني يلتهي عني. طبعا أنت هيك على عمالك بتحكي بتقولي أنه أنا ما بحطه إلا أنه يمكن وقت الأكل. أنا بقول أنه كمان يعني أنه أنت بتنتبهي، أنا يعني يمكن أخذت السلوك، أنا بعرف أنه أنت يعني عفوا مش قصدي أنه أنت اللي عمالك بتحطيه، بس ابنك صفوان الله يخلي لك اياه، ما بدي يعني هذا يكون بس هو على طول انه نتركه على التلفزيون او نتركه على الاجهزه. لا حرام، في اشياء يا جماعه هلا انتبهوا عليها. الاطفال ما عادوا يلعبوا زي قبل، ولا عادوا يتواصلوا زي قبل. يعني الأطفال على طول عمالهم بتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي عنا إياها التكنولوجيا. تلاقي الطفل معاه الآيباد قاعد، معاه تليفون قاعد، التلفزيون قدامه، ما في طريقة. يعني كتير هلأ بسمع ناس بيقولك بيبقوا يقارنوا بين أطفال اللي عمالهم بزروهم من ضمن العيلة، بيقول لك انه الطفل الاطفال مثلا فلان الفلاني بيتواصلوا بيحكوا معنا، في تواصل بصري بيننا وبينهم، بياخذوا وبيعطوا. بينما لما بيدخل عندنا فلان واولاده كل واحد فيهم بيقعد على الكنبايه، ما في تواصل، بتحكي معهم ما بيردوا عليك، ما عمالهم بيتعلموا الاشياء اللي لازم يتعلموها عاده بطريقه طبيعيه. يعني 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 هذا الشيء لازم انه احنا ننتبه عليه، وهذا من الاشياء اللي انتم لازم تعملوا لها تعديل سلوك وتستخدموا فيها استراتيجيات تعديل السلوك. ما بدنا لا عنف ولا بدنا ضرب ولا بدنا صراخ ولا بدنا يعني الاذى النفسي، هذا بيكون كمان بنعكس كثير على الاطفال فيما بعد. بالعكس، شويه قواعد بس. اهم شيء انكم انتم تثبتوا على موضوع انه انا كيف ممكن اني انا بدي خلص هذا السلوك لازم يتنفذ، لازم اثبت. الصغار كثير اذكياء، بيروحوا بيجوا بيروحوا بيجوا، ماما بصير اكل هلا شوكولاته، ماما بصير هلا افتح تلفزيون، ماما بصير هلا. انت بتقولي له لا احنا اتفقنا انه هذا الحكي لا مش هلا، او اتفقنا انه تاكل شوكولاته بعد ما مثلا ما نتغدى هلا وقت الغدا، بيضلوا رايح جاي رايح جاي رايح جاي حتى يخليك انه انت تستسلمي بالنهايه. وانتم اكيد هذا الشيء يمكن قاعدين عمالكم تضحكوا، هذا الشيء بيعملوه علشان ينفذوا الشيء اللي هم بدهم اياه. هم كثير اذكياء وبيختبروكم. اذا انت ثبتتي يوم يومين ثلاثه لاسبوع، خلص بصير يعرف انه ماما ثابته على الموضوع هذا، انا مش لازم خلص، انا لازم انفذ الشيء اللي هي بدها اياه. ودائما بده ينفذ الشيء اللي بده اياه، وبده يستخدم عقله، وبده يفكر انه هذا الشيء انا عم بسويه مش عشان الهديه ولا علشان بس أرضي ماما، كمان علشان هذا الإشي علشاني أنا. يعني عادة إحنا منقول إنه نعمل تعديل سلوك سلوكي وتعديل سلوك معرفي. التعديل السلوكي إنه أنا بخليه يغير السلوك الظاهر،
بس هو لما يغير السلوك الظاهر بصير يرد علي يقول لي انه اوكي انا هلا مثلا هذا الوقت مش لوقت التلفزيون او مش لوقت مش وقت الشوكولاته او انا هلا لازم اكل الخضروات اللي موجوده بقلب الغداء. انتوا لاحظوا ما عمالهم بيقبلوا ياكلوا اللي انتوا عمالكم بتسووه، بدنا وجبات مثلا سريعه، بدي اكل الشوكولاته هلا. ببلشوا من هم وبسن صغير يفرضوا القوانين والتعليمات تبعتهم اللي هي ابدا سلوكات غير مرغوبه بتكون. لما نيجي احنا على عمر اللي هو عندنا اياه عمر 14 و12 و13 والعمر اللي بيصير فيه فتره المراهقه، نهائي مش رح تقدر تسيطر عليه، بالعكس رح تلاقوا انه في عندنا صعوبه كتير كبيره بهذا الموضوع. وعلى فكره هذا الموضوع كمان كتير انطرح وانطلب انه احنا كيف ممكن ان نتعامل مع ابنائنا المراهقين، ورح نحكي عنه هذا الاشي. هلا في عنا مروة كاتبت لي إنه هي من تونس، أهلا وسهلا فيكم أهلنا من تونس، بتقول إنه بنتها عمرها 4 سنوات ورأسها كاسح كأنه عنيد بالتونسي، بتعمل شو ما بتريد. شو أعمل معها مروة؟ الأشياء اللي أنا عمالي بحكيها هلأ هي الأشياء اللي أنت بدك تعمليها، إنه أنت بدك تشوفي شو الإشي اللي بدك تغيريه عندها، وشوي شوي يا جماعة مش كل السلوكات أنا لازم أفكر إنه أنا بقدر إني أنا أغيرها وكلياتها ومرة واحدة ودفعة واحدة. الصغار ما بيشتغلوا هيك. الصغار بدك تحدد لهم، بدك تقول شو الإشي اللي بدك تسويه، شو السلوك الغير مرغوب، وتركز زي ما قلت أنا على إشي واحد، وبعدين أنا بنتقل للسلوك اللي بعده، بنتقل للسلوك اللي بعده تباعاً. بس أنا اللي بقوله إنه تدربوا كأهالي على سلوك واحد، اتقنوا، اثبتوا عليه، تعلموا الاستراتيجيات، وتأكدوا انه احنا في عنا اكثر من نوع حتى اني انا اعدل سلوك اطفالي. وكل ما كان عمرهم صغير كل ما كنت بقدر اني انا اعدل السلوكات ببساطة وبسهولة. بس لازم انا اعرف كيف بدي اعمل. هلا في استراتيجيات كثيرة، في زي ما انا حكيت لكم تعزيز، في تعزيز مادي وفي تعزيز معنوي. التعزيز المادي هذا على طول يعني مش اول شيء انا بدي ألجأ له. بعدين حتى وانا عمالي بشكل، هلا انتم بتكونوا عمالكم بتشكلوا سلوك، يعني مروة انت قلتي انه هي عنيدة، بعد معها لا تقولوا انه الصغار ما بفهموا لما انا اجي احكي معاهم، لا انا لازم اقعد معها وافهمها، اقول لها شو الاشياء الحلوه اللي بحبها فيها لمروة، وشو الاشياء لبنتك، وشو الاشياء اللي انا حابه انها تتغير. هي رح تصير تسمع، هي رح تصير تنتبه، رح تصير بدها بس انها ترضي، علشان انت عمالك بتتعاملي معه وعم يعني عم تنزلي لمستواها وعمالك بتحكي معها بنفس يعني الطريقه اللي هي عمالها بتفهمها. هلا انا كمان بحدد لها، بقول لها ايش الاشياء اللي بدي اياها منها، وامتى بدي، وليش انا مثلا مش حابه السلوكات اللي عم تعملها، هاي العناده مو حلوه. واكيد انا متاكده انها هي بكل مكان عمالها بتمارس هذا السلوك معاكي. هلا هي عمرها 4 سنوات بتقدري ببساطه انك تعدلي سلوكها. عززيها. التعزيز ببدايه تشكيل السلوك بده يكون زي ما بيحكوها فوري، يعني ما تتركي فترة طويلة ما بين السلوك اللي هي عمالها بتعمله وانت عمالك بتعززيها. يعني ببداية تشكيل السلوك اول ما بتعطيك السلوك والله عمالها بتتجاوب، عم تاكل مثلا بالوقت اللي مناسب للأكل، او ما عم تاكل الشوكولاتة زي ما انا قلت لها، او ما عم تطلب الشوكولاتة قبل الغداء، انا عم تستنى لحد ما تتغدى، انا لازم ايش اعمل؟ لازم امشي يعني واعززها. هلا شغله لاحظ، هلا انا عمالي بقرا كل التعليقات اللي عمالها بتجيني، كلياتها عن اعمار 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، يا عنيد او عنيف، وكيف اتصرف. ميرا هاي هي نفس الاشياء اللي انا عمالي بحكي عنها، هي بدك تقيسيها، سواء كان كلكم يعني كل الامهات، سواء السلوك اللي بدكم تعدلوه صراخ، عنف، ضرب، سب، يعني اطلاق، يعني الواحد بصير يحكي الطفل مصطلحات بذيئه. طبعا وهاي على فكره المصطلحات البذيئه اللي بيعملوها الصغار الاهالي بيكونوا سبب فيها في بعض الاحيان. يعني اول ما يبلش الطفل ينمو لغويا ويصير بده يستخدم الكلمات ويحكي كلمات، في بعض الاهالي كل ما حكى الطفل كلمه بذيئه او كلمه غير مناسبه بصيروا يضحكوا له ويزقفوا له. 2 3 سنوات وصل عمره 4 سنوات 5 سنوات بيصيروا يتضايقوا من الكلام اللي عماله بيحكيه. الطفل ما بيفهم هذا الحكي، بيفهم انه انتوا كنتوا تضحكوا لي وكنتوا عمالكم بتعززوني وكنتوا مبسوطين وانا بحكي هاي الكلمه، ليش هلا انتوا زعلانين مني؟
فلازم الواحد ينتبه كيف بده يضبط سلوكات أبنائه منذ الصغر. يعني أهلنا من تونس، من الجزائر، من